حلو هيشبعك. اه لا لما تجوع من اكتر المشاكل اللي بتتعرض لها البنات استغلال الجنسي طبعا، العنف الاسري، استغلال الاهل في العماله، ان اولاد ينزلوا يشتغلوا عشان يبقوا هم مصدر دخل للاسره. فالوحدة المتنقلة بتكون مزودة بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ودكاترة، علشان لو في أي حد عنده جروح يعني محتاجة حاجات مساعدة أولية وكده، فهما بيساعدوه في النقطة دي. كمان بتبدأ تبني علاقة مع الأطفال في الشارع علشان تبني ثقة ما بينهم. بناء على الحصر اللي عملته وزارة التضامن في 2014، واللي قال إن في 16019 طفل موجودين على مستوى الجمهورية موجودين في الشارع، الحصر اللي اتعمل في 2014 قال ان 80% من الاطفال الموجودين في الشارع موجود في 10 محافظات.